الأحد يعني بداية الشهر، بداية فبراير، عاد الحلم من جديد. بس مو أي حلم، الحلم الأكبر على الإطلاق، وأي شيء ممكن تتخيلوه موجود عندنا بالحلم. مفاجآت مذهلة، شغلات كتير إن شاء الله راح تسمعوها. حكون معكم يوم بكرة يعني يوم الثلاثاء صباحا في صباح الخير يا عرب، حأشرح شو هي الشغلات الجديدة الموجودة بالحلم 2021. هلا رح